من أسئلة الكتاب شابتر 10 بروبلم 50 A 6 سنتيمتر diameter horizontal pipe gradually narrows to 4.5 سنتيمتر. When water flows through this pipe at a certain rate, the gauge pressure in these two sections is 33.5 kilopascal and 22.6 kilopascal respectively. What is the volume rate of flow? يبقى عندنا بايب الدامتر لي بيقل جراديوالي من 6 سنتيمتر ل 4.5 سنتيمتر، وبالتالي نعرف نجيب علاقة بين ال V1 وال V2. هنا V1 و area 1 V2 و area 2. ومن برنولز equation عندنا نفس ال height ولكن عندنا two different pressures، نقدر نجيب علاقة بين ال V1 وال V2، وبالتالي نقدر نجيب ال V1 وال V2. لو جبنا واحدة فيهم نضربها في ال area يدينا ال flow rate أو ال volume rate. نبدأ باستخدام الـ continuity equation، ولأن الـ Q بتساوي A1 V1 وفي نفس الوقت بتساوي A2 V2. إذن الـ pi 0.03 square، خدت نص القطر، يساوي طبعا في الـ V1 equals الاريا اللي هي باي نص قطر 2.25، يعني 0.0225 سكوير في ال V2. اذا ال V1 equals 0.05 مع الباي، هقول 0.03 سكوير تقسيم 0.0225 سكوير. معنى كده ان ال V2 تساوي، قسمت ال 0.03 تقسيم ال 0.0225، وبالتالي ال V2 هي اللي هتساوي 1.778 V1. يبقى دي علاقة بين ال V1 وال V2. محتاجين another equation، نطبق برنولز equation، نقول half rho V1 square plus rho GH1 plus pressure 1 equals half rho V2 square rho GH2 plus pressure 2. ال H equals، أو نقول ممكن يعني أفضل نقول إن ال H1 equals H2، بغض النظر هما نصفار أو ليهم أي قيمة، ليهم نفس ال level أو ال horizontal level. فنشطب ال two terms دول مع بعض، half الرو 1000، ال V1 هسيبها زي ما هي، ال P1 33.5 كيلو باسكال، خليتها بالباسكال، half 1000، ال V2 1.778 V1 سكوير بلس البريشر اللي هو 22.6 كيلو باسكال، ضربتها في 1000. ما عندناش إلا مجهول واحد هو ال V1. إذن ال V1 equals، هقول 33500 minus 22600 تقسيم 500
وتقسيم 1.778 سكوير ماينس 1. هحسبها بطريقتك انت، انا حسبتها بطريقتي وخدت الجذر التربيعي للانسر، اداني ال V1 3.176 متر بير سكند. ممكن تحلها كمعادلة بالآلة وتدخل V1 as X، هتطلع لك قيمتها نفس الشيء. احنا عايزين الكيو، كيو بتساوي طالما طلعنا ال V1 يبقى area 1 V1 باي 0.03 سكوير 3.176 equals، يبقى هضرب في باي و 0.03 سكوير، اداني تقريبا 9 times 10 to the power negative 3 متر كيوب بير سكند.